السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت بتسمع دكتورة أمنية الشامي، طبيبة بيطرية. مما لا شك فيه مشروع تربية الدجاج البياض في البطاريات مليان بالتحديات وبيتطلب خبرة ودراية بالمجال كويسة جدا، لكن مشروع مربح جدا جدا لو اتبعت كل التعليمات اللي هشير إليها النهاردة، لأن البيض طبعا منتج الطلب عليه ما بيتقطعش أبدا طول السنة. لازم تتبع دراسة جدوى بكل دقة علشان تتجنب أي مفاجآت غير محسوبة وتؤدي لضياع فلوسك ووقتك ومجهودك. الأول تعالوا نعرف إيه هي الدوافع اللي تخليك تستثمر فلوسك ووقتك ومجهودك في مشروع تربية الدجاج البياض، لأن دورة رأس المال بتكون سريعة جدا في المشروع ده، ولأن تسويق بيض المائدة سهل جدا، الطلب عليه كتير جدا، ومتطلبات المشروع سهل جدا توفرها. الدولة كمان بتقدم كل التسهيلات القانونية علشان تشجع الشباب للمشاريع اللي زي دي. كمان مخلفات المشروع ده غير ضارة بالبيئة، بالعكس ده احنا بنستغلها، بنستغل الفضلات كسمات طبيعي للتربة. المخاطرة موجودة لكن مش عالية لو اطلعت على دراسة جدوى كاملة وواضحة وتوفرت الخبرة مع وجود عمالة مدربة. ودلوقتي هتكلم عن موقع ومساحة مشروع تربية الدجاج البياض فيه بطاريات. المؤشر الأول اللي بيؤثر على نسبة نجاح المشروع هو حسن اختيار الموقع والتحكم الصحيح في مساحته. بالنسبة للموقع، بيتم اختيار الموقع المناسب للمشروع تبع عدة عوامل، أهمها سهولة المواصلات المؤدية إليه ووفرة وسائل النقل وتوفر الخدمات زي الكهرباء والمية وبعد الموقع عن المنطقة العمرانية الآهلة بالسكان، والأرض تكون مسطحة علشان تساعد على دخول وخروج الهواء لضمان التهوية الجيدة. وبالنسبة للمساحة المخصصة للاستثمار طبعا حسب إمكانياتك، فمثلا لو هنتكلم عن طاقة استيعابية لـ 4800 دجاجة هنحتاج مساحة مبنى حوالي 400 متر مربع. 80% من المساحة دي هنخصصها لقسم الإنتاج اللي هو البطاريات، أما باقي المساحة هنقسمها لمكتب ودورة مياه وقسم لتخزين المواد الأولية والأعلاف والبيض. ولازم يتوفر في عنبر الدجاج البياض عدة عوامل. البناء لازم يكون متوافق مع شروط الإنارة والحرارة والعزلة. الأرضية بيفضل إنها تكون صلبة مش ترابية علشان يسهل تنظيفها كل يومين أو ثلاثة. وأماكن وضع البيض بتكون معزولة عن مكان وضع الأكل لضمان نظافتها والوقاية من الأمراض. وطبعا عايزين تعرفوا إيه هي التحديات اللي بتواجه مشروع تربية الدجاج البياض في بطاريات. إنتاج بيض المائدة بيتأثر باضطرابات المناخ، وكمان بينخفض إنتاج البيض مع انتشار الأمراض زي النيوكاسل والإنفلونزا والالتهاب الرئوي الفيروسي أو البكتيري وأمراض تانية كتير بتسبب انخفاض إنتاج البيض. تحديات بإمكاننا السيطرة عليها بإذن الله، وفي عوامل مهمة جدا بتؤثر على نجاح المشروع. أول عامل وهو اختيار السلالات المناسبة. التركيب الوراثي للسلالة بيؤثر بصفة كبيرة في إنتاجية البيض، يعني مثلا السلالات التجارية المحسنة وراثيا بتدي إنتاجية بتقدر ب 280 بيضة في العام الواحد. وممكن نعتمد على السلالات المهجنة بطريقة طبيعية زي البليموس روك والأندلسي والدجاجة الرمادية والدجاجة الحمراء اللي بتيجي على رأس السلالات جيدة الإنتاج. وطبعا بتختلف نوعية السلالات المتوفرة من دولة للتانية، وكمان بتختلف نوعية البيض المستهلكة. تاني عامل بيؤثر على نجاح المشروع وهو توفير الإنارة المناسبة ابتداء من عمر 5 شهور، يعني بعد حوالي 20 أسبوع بيبدأ نظام الإنارة في التدرج من 13 ساعة ل 15 أو 16 ساعة حسب السلالة. وممكن نعتمد على الإنارة الكهربائية بشكل كبير خاصة في أيام الشتاء اللي نهارها قصير، ونقص الإنارة هيؤدي لاختلالات هرمونية بتؤدي بدورها لاضطرابات إنتاج البيض. والإنارة بتعتبر محفز جنسي للتبييض، علشان كده لازم نهتم جدا بمدة الإنارة وتوافقها مع عمر الدجاج. تالت عامل هو توفير درجة الحرارة المثالية، بتتم عن طريق وجود عزل جيد في البناء، وممكن تستعين بدفايات وبفرشة تبن للدجاج من أجل توفير تدفئة مناسبة.
وبتختلف درجة الحرارة المناسبة للدجاج البياض باختلاف مقاومة السلالة للبردة، وبتتراوح أقل درجة حرارة بين 13 وال 14 وصولا ل 25 درجة مئوية، وبتعتبر مثالية لمنتوج جيد. وفي حالة نقص الحرارة فالدجاج هيلجأ لتحويل المواد الغذائية لطاقة علشان يدفي جسمه بدل ما يستخدمها في إنتاج البيض. رابع عامل بيؤثر على نجاح المشروع وهو التغذية الجيدة. بتعتمد التغذية المثالية على الكم والكيف. بنقدم نسب متوازنة من المواد الغذائية بكميات متوازنة، بكميات موزونة لا تتجاوز من 90 لغاية 120 جرام في اليوم من العلف المركب. وبتختلف نسبة التغذية باختلاف السلالات والمناطق وتركيز المواد الغذائية في الحبوب ودرجة الاعتماد على الفيتامينات والإضافات الغذائية. وعنصر أساسي بتتركز عليه تغذية الدجاج البياض وهو الكالسيوم، وبتعتبر ضعف قشرة البيض ورقتها المؤشر الأبرز على نقص الكالسيوم. ولازم نسب الذرة والصويا تكون متوازنة في العلف، وده لاحتوائهم على دهنيات ممكن تزود من وزن الدجاج لو زادت عن المعدل الطبيعي. خامس عامل لنجاح المشروع وهو مكافحة الأمراض عن طريق اللقاحات. بنهتم باللقاحات علشان نتفادى الأمراض وخاصة التنفسية منها، لأنها بتصيب الرئة وبتسبب التهابات في المبيض، وده طبعا هيؤثر جدا على إنتاجية البيض. وعادة الأمراض دي بتصيب الكتاكيت وبتسيب تشوهات في المبيض على المدى الطويل. علشان كده بنكافح الأمراض دي عن طريق رفع مناعة الكتكوت، وبنتبع برنامج لقاحات ملائم كل شهر ونص أو كل شهرين. وبالنسبة للوازم مشروع تربية الدجاج البياض في بطاريات، في مواد بنسميها المواد الأولية للمشروع، ودي بتتمثل في الدجاج البياض والعلف وأطباق البيض وبعض الأدوية واللقاحات التي لا يمكن الاستغناء عنها. وفي معدات هنحتاجها، وبتتمثل معدات مشروع تربية الدجاج البياض في بطاريات الدواجن ومراوح 2 على الأقل، وجهاز تبريد هيوميديفاير، ومولد كهربائي، وخزان مية، وطفايات للحريق، وتجهيزات مكتبية خاصة بالمكتب. وبالنسبة لتكلفة مشروع بطاريات دجاج بياض، بالنسبة لمقر المشروع ممكن نكتفي ان احنا نأجر العنبر. وبالنسبة لباقي المصاريف، لو قلنا ان المساحة 440 متر فعندك معدات وآلات انتاج هتقدر بحوالي 27,000 دولار. خلينا نتكلم بالدولار احسن، وانت احسب بالجنيه او احسب بالعملة بتاع بلدك. فمعدات وآلات الانتاج هتقدر ب 27,000 دولار، وتكلفة ال 4800 دجاجة بتقدر بحوالي 18,000 دولار، وتجهيزات المكتب بتكون حوالي 1,300 دولار، بالإضافة لمصاريف التشغيل. وبنقدر الميزانية كاملة لمشروع بطاريات دجاج بياض بحوالي 60,000 دولار. طبعا عاوزين نعرف هل مشروع إنتاج البيض مربح ولا لا. حسب دراسة الجدوى اللي عملناها بنفس الحجم اللي احنا قدرناه 4800 دجاجة بياضة، المشروع بيدخل صافي ربح بيقدر ب 5,000 دولار سنويا. أما فترة استرداد تكاليف المشروع كاملة فبتتراوح من سنة لسنة واربع شهور. طيب محتاجين عمالة قد إيه لمشروع الدجاج البياض في بطاريات؟ بنحتاج 4 عمال على الأقل. بنوزع مسؤولياتهم كالتالي: أول عامل بيكون مسؤول عن قسم الإنتاج وبيشرف على تغذية الدواجن وتنظيف العنبر وعزل الدجاج الميت، وبيكون مهمته كمان جمع البيض وتخزينه. هنحتاج كمان طبيب بيطري، ومهمته طبعا فحص الدجاج من فترة للتانية ووضع برنامج للتحصين ومراقبة برنامج التغذية والأعلاف والأدوية اللي بيساعده طبعا على تحسين الإنتاج. وتالت عامل معانا بيكون وظيفته تعبئة البيض وترتيب أطباقه وتهيئته للبيع والتسويق. ورابع عامل معانا هيكون حارس للمنشأة، ووظيفته حماية المشروع من أي لصوص أو منحرفين، وده طبعا لازم يكون إنسان قوي بنيته قوية عنده قدرة على السهر وحماية المكان وخاصة أثناء ساعات الليل. وأخيرا إزاي بنسوق البيض؟ هنعرض البيض على صفحات البيض على مواقع التواصل الاجتماعي، وبيسهل جدا تسويق لتجار الجملة وللمخابز ومحلات الحلويات والمطاعم والمستشفيات والمدارس والجامعات وكمان المحطات العسكرية.
وزي ما انتوا شايفين مشروع جميل ومربح وسهل جدا لو تم دراسته بشكل جيد، بالرغم ان مشروع تربية الدجاج البياض في البطاريات بيعتبر من أصعب المشاريع في قطاع الدواجن، لكن مش مستحيل أبدا نبدأ بيه ونربح منه، لكن نتبع كل التعليمات بكل دقة وبلاش نتهاون في أي جزئية. وده كان كل شيء يتعلق بمشروع تربية الدجاج البياض في البطاريات. وفي النهاية ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس على الكل عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.